شركة الأحبة وأولاد الأحبة مقدم. خايفة أروح للمطبخ يمكن أشوف جني، خليني أخذ اللي أريده وأمشي الغرفة بسرعة. الله حلو لقيت كيكة. أحسن حاجة إني أكل الكيكة قبل لا تجي فاطمة. لا تحاول يا الجني، ماكو حصة إلك، هذا كله إلي. هيه، حتى إذا أنت جني ما يهم، أهم شي أنا لقيت كيكة ما أتقاسمها وياك، وش مهما سويت ما رح أعطيك لو نص من الكيكة. أحسن لك تروح تشوف وظيفة ثانية أحسن. يا سمين، تعرفين ان انا مفروض اضم الكيكة لاختي، بس انا اكلتها لان انا كنت جوعانة، الا فجأة استوعب ان هذا نظام غذائي لاختي وحاطة بيها شغلات يعني تخسر الرجيم، بس الصراحة الكيكة حيل طيبة. لو انا مكان فاطمة صدقيني صدقيني اشيل راسك اطقك بالحائط، لان حرفيا انا راح اتعصب من هاي الشغلة اكيد، بس الصراحة ما الومك اذا انت فعلا كنت جوعانة، فا اوكي اتس اوكي اذا الحالة كانت تطلب انك تاكلين الاخضر واليابس، يعني انت قاعدة في الليل يعني شو حتريدين مثلا؟ عادي عادي، بس انت ما ملاحظة اكو شغلة يعني صراحة غريبة؟ عنود صار هالأيام قاطعة من أول ما تعاقبت إنه هي انفصلت أيام، يعني ما راسلتنا ولا خابرتنا. أعتقد إنك بس مرة واحدة قلتيلي إني راسلتك وإنه هي تعبانة، ويعني الله وياها إذا فعلًا إنه هي تعبانة، والله لا يوفقها ويطيح حظها إذا هي فعلًا يعني تحاول بس هي تمثل عمود بتجاوب علينا، لأنه عنود أبدًا ما تحب ترد على الخاص. وهم أنا يعني أحتاج أن أشوفها لأن اشتاقت إليها حيل، وأنتم أكيد كل وحدة وحالها، يعني ما حد جاي تسأل على الثانية إلا أنا أسأل. ألو، هلا عنود. أهلا ورود، أسف لأنه الفترة اللي راحت انقطعت عنكم لأني كنت مريضة. معك العافية إن شاء الله. سمعي أنا ناوي أزورك، تمام؟ فأتمنى إنك تحضرين بيتك لأن أنا جاية أزورك، اشتاقت لك حيل. أنا هماتين اشتاقت لك. يلا انتظرك. تمام، يلا مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. عنود يا مشاغبة، صرت ما تسألين علينا ولا كأنه إحنا صديقاتش أصلا. والله ورود، تذكروا لما طحنا إحنا من السطح لأنه حاولنا نهرب وهربنا شغلات ويانا، بعدين طحنا اتكسرنا أكيد. المهم عفينا من هذا الشغلة. أنتي تعرفي تحطين مكياج، ليش مكياجك مو حلو؟ على سالفة المكياج صراحة خليته يعني بسرعة وما لحقت أني أشوفه، الصراحة طلعت مستعجلة. تعالي انت تخوفين، حتى الايلانر اللي حاطتها فرعون كان يخطها احسن من عندك. تعالي انا اصلح لك اياه، امك كان عندها مركز وانا كنت استعمله من زمان، انا عندي خبره بيه بالمكياج، تعالي انا اصلح لك مكياجك. غريبه، هذه اول مره اعرف انه امك يا عنود كان عندها يعني مركز من زمان، بس الصراحه تستفادين من هذا الشيء، بس يلا انا متحمسه اشوف النتيجه. تادا، كيف النتيجه؟ اكيد تجنن. شوفي صرت تجننين. تمام، شكرا عنود، بس ممكن اسالك شنو نوع الخلطه اللي خليتيها بوجهي عمود يبقى ثابت للمكياج؟ اكيد زيت الاكلوفيرا. عنود، ترى زيت الاكلوفيرا انا لا اعرفه انه يخلي المكياج شويه دائم على الوجه، يعني لازم اجلفه حيل في الصابون يلا يطلع. يمكن بالاخير راح تستفادين، انتظر النتيجه. اشتري هذه الخطة اللي قلت لك عليها، راح توخر الأكلوفيرا من وجهك. إيه إن شاء الله أفكر، يلا راح أشتريها بطريقة أصلا. ها؟ لحظة، هذا مو ووردل اللي في المدرسة اللي تعاركت لأنه ولزمني؟ لا شنو هذا الموقف؟ لا أبدا مو وقته. يا ربي أتحول قرد وأمشي قدامه. لحظة، أتحول قرد؟ يا ربي يا مثبت العقول. لحظة، مثبت العقول؟ خليني بس أقول يا رب أمشي وما لاحظني. يا لبيه على الفكرة، أحسن خليني أمشي على شكل مستقيم وما رح يلاحظنا أي أحد.
الله الله بومباستيك سايد اي. أهم وردل، أنتم الأولاد غايبين عن المدرسة لأن المدرسة احترقت بظروف غامضة وغير غامضة بنفس الوقت. المهم باي باي. يلا يلا عادي، أي موضوع بس أفضها. هسا هذا مو مهم الموضوع، المهم إنه لازم أروح بسرعة أجيب الزيت اللي يخلي زيت الأكلوبيرا يموع عن وجهي عمود أقدر أمسح المكياج. تمام شكرا. أم ورود، شنو جاي تسوين؟ شنو جاي تشوفين يا فاطمة؟ أنا جاي أعتني ببشرتي وحاطة ماسك عمود زيت الأكلوفيرا يروح عن وجهي عمود أقدر أمسح المكياج نهائيا. عاجل، هذا الزيت خطير، سبب هذا المنتج الخطير بأشياء سيئة. إذا لديكم هذا المنتج تخلصوا منه وشكرا للاستماع. عنود، زيت الأكلوفيرا طلع زيت خطير، ليش حطيتي بوجي من الأساس؟ ابحث علينا، شو وقت انتهت صلاحيته أصلا؟ ثواني ثواني ولود، أنا ما أعرف، أنا أمي جابت لي إياه بالجديد وأنا ما مستعملته من زمان، خلينا نبحث عنه. زيت خطير للميك اب، انتهى صلاحيته المستعملة 2018، وسبب هذا منتج خطير بأشياء سيئة وجعل كل من يستعمله تحرق بشرته. وكالة تجميل روزلان. رسالة أخرى، لا تنسوا أن تتخلصوا من زيت الأكلوفيرا لأنه يحتوي على مواد سامة للبشرة، ولا ينصح من أخصائيين التجميل استعماله للمكياج أبدا ولا ستحرق بشرتك. لا تنسوا متابعة وكالة تجميل روزلاند روزلاند في الخدمة. نعم انتهت صلاحية 2018. لا 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 لا، ما جاي أصدق، ما جاي أصدق، احترقت بشرتي. يلا يلا تقبل الأمر الواقع واخري الماسك، شوفي إذا احترقت بشرتك أو لا. بعدين ترى هذا مو خطائي المعلومية. أوه ماي جاد، هذا كان أسوأ حلم أنا حلمت به. والله خلاص، بعد ما لا أحط مكياج ولا أحط أي حاجة، خليني على جمال الطبيعي جمال رباني. إيزي بإيزي، أنا ورودي عزيزي، شكرا لأنكم شفتوا هذا المقطع. إذا وصلتوا لحد هذه النقطة حطوا هذا الإيموجي، وطبعا اكتبوا لي العبرة اللي استفدتوها من هذا الفيديو. أكثر عبرة أنا أحبها راح أثبتها بالتعليقات. وبس شكرا، أشوفكم بسلام، باي.